لم تعد مشكلة التدفئة والتبريد والمياه ودورات المياه وحدها التي تواجه كثيرا من مدارس شمال غربي سوريا، بل أصبحت عدد من المدارس تعاني من تدهور في البنى التحتية نتيجة الصراع المستمر، الأمر الذي يهدد حياة مئات الطلاب بحسب محمد أحد مديري مدارس جسر الشغور. من أهم التأثير على الهجمات على العملية التعليمية هو إيقاف العملية التعليمية والتربوية، والتأثير ينعكس على الكوادر التعليمية وعلى الطلاب والحالات النفسية التي يتعرض لها من والانقطاع والإيقاف والانقطاع الطالب عن العام الدراسي. ليس حال البنى التحتية في المدارس بأفضل من المعلمين الذين يعانون من تدهور كبير في الجانب المادي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وضعف رواتبهم، وفي وقت اضطر كثير من المعلمين لترك مدارسهم بعد تهدمها والتحاقهم بمدارس في مناطق أخرى، أجبر آخرون على البحث عن عمل إضافي أو آخر يسدون به احتياجات أسرهم. اليوم أنت ماديا إذا ما كنت مرتاح فما فينك تنتج وتعطي كما يجب. طبعا الأساتذة أو الكوادر عم تعمل بقصارى جهدها، والكوادر التعليمية والمشرفين على المجمعات الله يجزيهم الخير، لكن الوضع المادي للجميع الدعم طبعا معروف انه احنا نتقاضى رواتب صيف شتاء، اما بالصيف لا يوجد رواتب. هذا الشيء عم يأثر سلبا على المدرس، عم يحتاج انه يدور على عمل ثاني او الى عمل بديل، او يضطر في بعض الحالات لبعض الاعمال اليوميه بعد الدوام. يعزو مسؤولون تردي اوضاع القطاع التعليمي الى اسباب عده، ابرزها تراجع الدعم الدولي وضعف الامكانات وقلة أعداد المدارس المؤهلة في منطقة تشهد اكتظاظا سكانيا. يجب وضع خطة متكاملة لدعم التعليم في المناطق شمال غرب سوريا، أولها ترميم المدارس اللي تأذت بالقصف، ودعم الطلاب بالمواد الأساسية اللي لازم لهم، أهم شيء الكتب والقرطاسية، أيضا دعم لوجستي للمدارس ودعم لرواتب المعلمين. رغم محاولات القائمين على القطاع التعليمي في شمال سوريا لتحسين واقع التعليم، إلا أن تلك المحاولات تبدو غير كافية، ما لم تشهد المنطقة تكاتفا للمنظمات المحلية والإنسانية بحسب مراقبين. تحولت عدد من المدارس التي لم تدمرها آلة الحرب في سوريا إلى ثكنات عسكرية ومراكز لإيواء النازحين، مما تسبب بحرمان آلاف الطلاب من حق الحصول على بيئة آمنة للتعليم. يمان السيد الحرة، محافظة إدلب.